السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة جود كود. شرف فيديو جديد في سلسلة الميديكال ستاتستكس أو الإحصاء الطبية. النهاردة هنطبق على برنامج الاس بي اس اس. طبعا لازم تكون سامع الست فيديوهات السابقة في كورس الميديكال ستاتستكس. بداية كده، برنامج الاس بي اس اس بيكون من تو ويندو، نافذتين. أول نافذة اسمها داتا فيو، وتاني نافذة اسمها variable view. في الداتا فيو هنا بيعرض لي الكيس، الحالة بتاعتنا او الشخص بتاعنا في الصفوف، تمام، والمتغير او الحاجة محل الدراسة بتاعتنا في الأعمدة، يعني المتغير variable 1 variable 2 variable 3 وهكذا في الأعمدة. لكن في ال variable view هنا كل variable بيكون في صف، كل variable بيكون في صف. بمعنى ايه؟ يعني لو كتبت age، حلو، وكتبت هنا مثلا 6 وهكذا، هنا ال age صف، لكن هو عبارة عن متغير، تمام، هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن متغير. فهنا في الأعمدة في data view المتغير في الأعمدة، لكن في variable view بنكتبه في ايه؟ في الصفوف، تمام. تعالى بعد كده، اول عمود هنا يبقى النيم، اسم المتغير عندي. تاني عمود هو الطيب، نوع المتغير، هل هو نيوميريك يعني رقمي، او هو دولار يعني او ديت تاريخ او سترينج نصي. ديت الحاجات المشهورة اللي بنستخدمها، نيوميريك، ديت، دولار، وسترينج، تمام. بعد كده الويتس، ممكن تكتب لحد 8 ارقام عادي خالص. والديسيمالز بعد العلامة العشرية، بعد العلامة العشرية بتاعتك، يعني مثلا 21 سنة واتنين من عشرة. طبعا من عشرة ديت يعني تشمل ايه؟ تشمل الشهور والايام. ليبل، الفكرة في الليبل ان الاسم بيبقى محكوم، يعني ايه محكوم؟ يعني ما اقدرش احط مسافة في النيم هنا، فهنا في الليبل اقدر اكتب اللي انا عايزه، تمام. بعد كده الفاليو اقدر اكون من خلالها، يعني انا لو كاتب مثلا في السكس واحد واثنين، فاقدر اقول مثلا ان واحد دي واحد مثلا دي هي الميل، تمام، واقول له اد، واثنين دي هي الفيميل واقول له اد. طبعا السكس هنا دوت عبارة عن داتا نصية، كاتيجوريكال داتا. يعني مثلا لو جيت في السكس هنا قلت له واحد، بعد كده قلت له اتنين، ملاحظ؟ عشان كودت بواحد بكام؟ واحد بميل، اتنين بفيميل. المهم، بعد كده وصلنا للفاليوز. طبعا الميسنج، لو عندك داتا انت عايز تكتب حاجه معينه، داتا ميسنج مش موجوده، كولوم سيبها. ماشي، نيجي عند الميجر. الميجر هنا عندي ثلاث انواع، سكيل يعني ميجر رقمي، تمام، مقياس رقمي، او هنا اوردينال. ديت زي ما اتفقنا الاوردينال ديت هي عباره عن داتا نصيه ولكن لها ترتيب معين، تمام. وبعد كده النومينال، داتا نصيه ولكن ليس لها ترتيب ايه محدد، تمام. الايج طبعا هيبقى ايه؟ الايج هيبقى سكيل، تمام. والسكس، السكس دوت كاتيجوريز، داتا مجموعات الميل والفيميل، هل هم ليهم ترتيب معين؟ لا طبعا، يبقى نومينال، تمام. يبقى دي فكره الايه؟ فكره البرنامج الاس بي اس اس والواجهه بتاعته، تمام. تعال نشوف بقى اعلمك ازاي تعمل امبورت للداتا، ازاي تستقبل الداتا بتاعتك على برنامج الاس بي اس اس. بدايه كده نضغط على فايل، نضغط على فايل فايل اهو فايل فايل وبعد كده امبورت داتا، امبورت داتا، وتشوف نوع الملف اللي انت عايز ايه تستقبله. انا عندي الملف بتاع اكسل، فانا هستقبل من اكسل، تمام. والملف بتاعي اسمه كوليست، بياخد وقت بس كده، تمام. الداتا بتاعتي اهو مظبوطه، فانا اقول له اوكي. تعال نظبط الداتا بتاعتنا يا ريس. الداتا بتاعتي عبارة عن نسبة الكوليسترول في الدم بالمول، تمام، ودي العمر age، عمر الأشخاص، والإكسرسايز، التمارين الرياضية اللي بيمارسوها، والسكس سواء ميل أو فيميل، والكاتيجوريز قسمتهم لثلاث مجموعات، مجموعة زيرو، مجموعة واحد، مجموعة اتنين، تمام. يبقى دي الداتا بتاعتي عبارة عن شخص نسبة الكوليسترول في دمه 6.5 وعمره 38 سنة وبيمارس الرياضة 6 ساعات أسبوعيا، وهو عبارة عن ميل، تمام، واحد للميل، وكاتيجوري الكاتيجوري بتاعه في مجموعة اسمها زيرو، تمام.
ديت الايه، ديت الداتا بتاعتنا. تعالى اعلمك بقى ازاي تعمل الديسكريبتيف ستاتستكس. طيب تعالى نكودهم في الاول. بتاع كودهم تمام زي ما اتفقنا، هنكود دي عند فاليوز تمام، واحد مثلا عندنا واحد وزيرو، واحد ميل وزيرو فيميل. براحتك لو عايز تكودهم كودهم، مش عايز براحتك، بس انا حاجه سريعه. اوكي، وكاتيجوريز خلينا كاتيجوري 0 1 زي ما اتفقنا، كاتيجوري A واحد، كاتيجوري B 2، كاتيجوري C تمام يا باشا. اوكي يبقى احنا كودنا الداتا. تعالى بقى اعلمك الديسكريبتيف ستاتستكس. احنا اتفقنا ان الديسكريبتيف ستاتستكس بتاعتنا للداتا الرقميه، للمتغيرات الرقميه، عباره عن مين وميديان وستاندرد ديفيشن و انتر كوارتايل رينج اللي هو بيتكون من الفيرست كوارتايل والثيرد كوارتايل، والرينج اللي عباره عن القيمه المينيمم والماكسيمم. طبعا المين المتوسط الحسابي والميديان الوسيط تمام، او اللي هو بين الصف للداتا، والستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري، وال انتر كوارتايل رينج اللي هو الرينج اللي بيمثل لي 50% من الداتا بتاعتي، وبعد كده الرينج اللي هو القيمه العليا والقيمه الايه السفلى، الماكسيموم اعلى قيمه والمينيموم اقل قيمه تمام. دي الديسكريبتيف ستاتستكس، الاحصاء الوصفيه للداتا الرقميه بتاعتي. طيب اعملها ازاي بكل سهوله؟ في كذا طريقه، لكن انا هعلمك افضل طريقه. انلايز ديسكريبتيف ستاتستكس، ديسكريبتيف ستاتستكس واكسبلور. انلايز ديسكريبتيف ستاتستكس واكسبلور تمام، وحط الداتا الرقميه بتاعتي في الديبندنت ماشي، كوليست و ايج تمام. وبعد كده اجي عند ستاتستكس واقول له حط لي البرسنتايلز، يبقى معلم على الديسكريبتيفز ومعلم على البرسنتايلز وكونتينيو. وانا عايز الاستاتستكس فقط، الاحصاء فقط، فخليني معلم عليه الاستاتستكس فقط واضغط على اوكي. هنيجي هنا هنلاحظ ان هو طلع لي الويندو دي. الويندو دي بتقول لي ان الكوليسترول عدد الحالات 80 ونسبتهم المئويه 100% وهكذا تمام. اهو عندي المين المتوسط الحسابي. طبعا انا مش هشرح اي حاجه بالتفصيل، لان انا شارحهم في الست فيديوهات السابقه بالتفصيل الممل، او مش ممل يعني تفصيل كويس يعني. المهم المين اهو تمام 8 و23، 8 و23 تمام. وبعد كده عندنا الميديان اهو، الميديان اهو تمام 8.3 من 10، 8.3 من 10. ستاندرد ديفيشن اهو، ستاندرد ديفيشن اهو 83%، والمينيمم اهو والماكسيمم اهو، وحاصل طرح الماكسيمم ناقص المينيمم هيبقى كام؟ هيبقى الرينج. طبعا احنا بنكتبها الرينج بيساوي 10 ناقص 6.5 تمام، ده الرينج تمام اهو اللي هو 3.5، والانتر كوارتايل رينج اللي هو حاصل طرح الثيرد كوارتايل ناقص الفيرست كوارتايل تمام، اللي هو الايه؟ اللي هو الانتر كوارتايل رينج تمام، 1.2 من 10 تمام، وهكذا. ولو جينا للبرسنتايل، البرسنتايل اهو تمام، فين البرسنتايل؟ البرسنتايل اهو، هناخد ال 75 اهو، ال 75 اهو اللي هو الثيرد كوارتايل ناقص ال 25 اهو، 25 اهو اللي هو الايه؟ اللي هو الفيرست كوارتايل، 25% برسنتايل اللي هو الفيرست كوارتايل، و 75% برسنتايل اللي هو الايه؟ الثيرد كوارتايل، خاصة طرحهم اللي هو الانتر كوارتايل رينج. يبقى دي كانت الديسكريبتيف ستاتستكس، الاحصاء الايه؟ النيوميريكال داتا تمام؟ تعال نشوف الديسكريبتيف بتاعت الكاتيجوريكال داتا، عباره عن فريكوانسي، فريكوانسي اعداد، وبرسنتج نسبه مئويه اعداد ونسبه مئويه. يلا نشوف الفريكوانسي والبرسنتج كل سهوله نعملها ازاي، عن طريق انلايز وبعد كده ديسكريبتيف ستاتستكس، ديسكريبتيف ستاتستكس وفريكوانسي. انلايز ديسكريبتيف ستاتستكس وفريكوانسي. وانا مثلا عايز اجيب الديسكريبتيفز بتاعت ال 6 وبتاعت الايه؟ بتاعت الكاتيجوريكس. في اي حاجه هنا؟ لا مش عايزين نجيب اي حاجه من هنا، لا برضو تمام مش محتاجين اي حاجه من هنا خالص، يبقى اوكي. هنا نلاحظ ان هو جاب لي اول جدول اللي هو invalid تمام، 80 و80 عدد الحالات هنا 80 و80، مفيش اي missing data، مفيش اي data ايه data ناقصه. نيجي عند بقى ال 6 والكاتيجوري، بيقول لي ان الفيميل 40
تمام، عددهم 40، فريكونسي 40، ونسبتهم المئوية 50%، وإن الميل عددهم 40، ريزولوشن هي برضو 50%. طبعا الكوميونيتي بيرسنت دي اللي هي تراكمي، الجمع التراكمي، يعني الأول زائد التاني، مش هتوضح في دي، هتوضح في التاني. تمام، تعال نشوف التانية. الفريكونسي تمام بتاع الجروب A عددهم 25، جروب B عددهم 33، جروب C عددهم 22، نسبتهم المئوية 31.3%، وهكذا. تمام، بعد كده نيجي عند الكيومولاتيف بيرسنت، الجمع التراكمي، يعني ايه؟ يعني 31.3 زائد 41.3 اللي هو 72.5 زائد 27.5 هيديني 100%، وهكذا. يبقى الجمع ايه؟ تراكمي. يبقى ده بالنسبه للفريكونسي ايه والبرسنتج. تعال نشوف بقى اخيرا الرسومات البيانيه، او الرسومات البيانيه هنعملها ازاي؟ عن طريق جرافس، جرافس شارت بيلدر، شارت بيلدر. شرحنا كل الرسومات بالتفصيل، لو انت عايز البار شارتس تمام فهو هتعلم على البار شارت وتدخله تودي هنا. وطبعا احنا عارفين ان هو بيمثل العدد بتاع كل مجموعه، فلو انا عايز مثلا مجموعه الكاتيجوريز احطها هنا، حلو تمام، واضغط على ايه؟ اضغط على اوكي. ظهر لي هنا البار شارتس تمام، بدايه كده هو مجموعه A وB وC تمام، وهنا الاعداد بتاعتهم اللي بتمثل لي ايه؟ اللي بتمثلها لي. لو انت عايز تغيره تضغط عليه كليك شمال، تلعب بقى في العنوان، تلعب في الاكس اكسس والواي اكسس، اي حاجه كليك شمال تمام، وتلعب ايه؟ وتبدا تغير فيهم. تمام، اهو زي كده انا اقدر اغير العنوان براحتي. اهو مثلا، واقدر اعدل زي ما انا عايز، واقدر اغير في الالوان، واقدر اغير في اي حاجه عن طريق كليك شمال، والعب في الاعدادات اللي ايه؟ اجرب الاعدادات اللي هنا كلها. تمام، ده بالنسبه للبار شارتس اللي بيمثل لي الديسكريبتيف ستاتستكس لايه؟ للداتا النصيه او الكاتيجوريكال داتا. تمام، هو بيمثل العدد بتاع كل مجموعه. تعال نشوف اللي بعده، جرافس شارت بيلدر. تعال نشوف الحاجات اللي بتمثل نيوميريكال داتا زي الايه؟ زي الهيستوجرام. هيستوجرام اهو، تعال نحطه هنا. تعال نرجع كل حاجه للريسيت. تمام ماشي، الهيستوجرام اهو حطيناه، نمثل بيها نيوميريكال داتا اللي هو الايه؟ اللي هو الايج. تمام، ونحطه هنا. تمام، ونقول اوكي، اهو الهيستوجرام بتاعنا، ودوت بيمثل لي الاعداد بتاعت الايه؟ بتاعت الايج. تمام، وكل عمود بيمثل لي انترفال معين، بيمثل لي ويتس معين. احنا طبعا ممكن نغير حجم او طول العمود دوت. ازاي اغير طول العمود دوت؟ تمام، عن طريق حاجة اسمها البين ويتس، عن طريق حاجة اسمها الايه؟ البين ويتس. تمام، تعال نشوف الايه البين ويتس، اضغط على كاستم تمام، وانترفال ويتس، واخليها مثلا 5، واضغط على ابلاي. نلاحظ ان كل بين ويتس، كل عمود بايه حجمه؟ 5. بايه حجمه؟ ايه 5، يعني من 25 ل 30، من 30 ل 35، من 35 ل 40، وهكذا. تمام، برضو اقدر اغير في الاسم، اقدر اغير في الفريكونسي، كل حاجه عن طريق كليكين شمال وتغير معايا. كل ده طبعا شرحناه بالتفصيل قبل كده. تعال نشوف حاجه اخيره. طبعا عارفين ان الهيستوجرام بيمثل الداتا ايه؟ الرقميه، واحنا شرحناها في الست فيديوهات السابقه. تمام، الست فيديوهات السابقه، نرجعه للريست. تمام، وتعالى نشوف المره دي البوكس بلوت. تمام، تعالى ناخد البوكس بلوت دي ونحط طبعا نحط الايدج. ماشي، هنا هو عايز يتحط في الاكس اكسس المجموعات، يعني انا لو حطيت له مثلا كاتيجوريز هيعمل لي 3 بوكس بلوت وهكذا. فانا عايز امثل ايج بس، فهو عمل لي بوكس بلوت للايج بتاعنا. هنا المينيمم، هنا الماكسيمم، هنا انتر كوارتايل رينج اللي هو دوت، فيرست كوارتايل، سكند كوارتايل اللي هو الميديان، وثيرد كوارتايل تاني كده. هنا المينيمم، هنا الفيرست كوارتايل، هنا السكند كوارتايل اللي هو الميديان، هو الثيرد كوارتايل، ودوت كله دوت اسمه انتر كوارتايل رينج. وهنا الماكسيمم، اعلى قيمه، اقل قيمه، هنا هنا من اول هنا لغايه تحت بيوصل لي 25% من الداتا، من اول فوق من اول هنا لغايه فوق بيوصل لي 25% الثانيه من الداتا، ودوت المدى دوت بيمثل لي 50% من الداتا
بتاعتي تمام. وطبعا بنشوفها كده اهو تمام. ودي حاجه اسمها الاكستريمز او الاوت لايرز، دي كلها اسمها ايه؟ اسمها اكستريمز او اوت لايرز. بكده نكون شرحنا الديسكريبتيف ستاتستكس بتاعتنا. اتمنى تكون استفدت من الفيديو دوت. طبعا احنا شرحنا كل حاجه بالتفصيل قبل كده في الفيديوهات السابقه، وشارحين برنامج الاس بي اس اس باستفاضه كامله في سلسله كامله سبيس اس فروم زيرو تو هيرو تمام. اتمنى تكون استفدت من الفيديو دوت. ما تنساش تعمل اشتراك للقناه ولايك الفيديو لو عجبك. شكرا.